أهلا وسهلا جميعا مرة تانية بالقسم الثاني من مستوى البي أينز اللي هو بي أينز 2 بي أينز 2. فنحن بالقسم الثاني طبعا مبلشين بكتاب منشن أربيتسبوخ بي أينز 2 لكسيون 13. أول درس بهالقسم ببلشوا 13، فاليوم حناخد 13 und 14. لاس أونس دامت شتاتن. أوكي لوس جيتس. أول شيء، أول فوت بدنا ناخذها هي أول كلمة شبراخليشس. شبراخليشس بس بدويت شبراخليشس. شبراخليشس يعني قصص لغوية، قصص باللغة أو لغوية. أوكي، أول شيء عندنا دي بيدويتونج. دي بيدويتونج ودا بيدويتونجن، يعني المعنى. دي بيدويتونج بيدويتونجن معان. دي ديالكت. ديالكت يعني دي ديالكت يعني ديال يعني دايلكت يعني شو بنقول الدايلكت يعني اللهجة. اوكي، دي دويش زاجة. دويش زاجة فينا نقول اعلان او اذاعة. دويش زاجن داس ميس فيشتندنس. ميس فيشتندنس بيدويتد يعني سوء الفهم او تفاهم. دي ميس فيشتندنس. فولجن. فولجن يعني يتبع. است gefolgt بالبافكت. اينم جشبخش فولجن يعني انت تتبع محادثة. اوكي، مس فشتين يعني يعني سأل الفهم يعني انه ما فهم شيء، انه صار عنده سوء فهم. هات مس فشتاندن، انه فشتين بالبافكت تصير فشتاندن. بنكفي اتفاس دويتليش. اتفاس دويتليش يعني شيء واضح. اوكي واضح. undeutlich مش واضح يعني الجيجنتايل فون دويتليش. دوشايناندا. دوشايناندا بيدويتد انه دوشايناندا غيدن يعني واحد ايش غيدي. دوشايناندا يعني انا اتكلم او اتحدث بارتباك. اوكي، باينليش. باينليش يعني مزري او انه يعني باينليش يعني انه شيء مزري أو معيب، أو فينا نقول خلينا نعطيكم معاني كلمات تانية لباينليش. محرج، مخجل. أوكي، هلا جريند هي الأسباب. الأسباب يعني reasons. فولجن هي التوابع أو نتيجة أو التوابع. أوكي، فينا نستعمل هودي بالبي أينز وكتير مهمين. مثلا أنا كنت قايل سبب بونكت بدي بلش لهذا السبب. أوكي، أوس ديزم جروند مثلا. أوس ديزم جروند طبعا بيجي وراها فيرب. أوس ديزم جروند جي إيش تسوم آت تسوم بايشبيل. أوكي، ديس فيجن زل بيدويتونج. أوكي يعني نفس البيدويتونج. فيجن يعني يعني فيجن مثلا ديس ريجنز بسبب الشتاء كامش نشتراوس يعني انا ما طلعت لبرا، او جيش نشتراوس يعني ما رحت لبرا. اوكي، او ما بدي اروح لبرا مثلا، او اطلع اخرج لبرا البيت. فايتري فيشتيجي فيرتا مثل عندنا داس امت. هلا امت هي شيء اداره او شيء بالحكومه او اوكي، اذا بنرجع بنتذكر انه ارابيكت هو اللي نحن عم نتبعه ك بيشا شو اسمه فويت فيتابوخ امت. شو بيعطونا؟ اداره، منصب، وظيفه، مصلحه، يعني حسب شو بتيجي. قلم، مكتب حكومي يعني شيء بالحكومه. اوكي، فشتاند امت يعني شيء إيش. إذا جينا هون حطينا ستاند أم ستاندس أم بدويتت يعني شيء بالشيء وظيفة مدنية مثلا. ستاندس أم إذا بنحطها بتطلع دائرة أحوال المدنية، مصلحة يعني مكتب الأحوال المدنية. أوكي، طبعا أم إمتى بالبلوغال إمتى. داس ستاندس إمتى. دي شتمتس انت. اوكي، هات نشوف شو في صور هون على اليمين. ما في شيء. اوكي،
Der Anwalt oder die Anwalte, okay, der Rechtsanwalt, يعني هو هو المحامي, die Rechtsanwälte, okay. So die Bank, Banken, نعرف, die Banker. هلا مثلا ممكن تجي بنك, يعني معناه يعني انه ككرسي بنك تقعد عليه, او بيجي معناه مثل ما هون شايفين على اليمين كبنك, انك تروح تحط بالبنك مصرف. دي بنكا ودا دي بنكن. دي بيامتة, الموظف الحكومي, دي بيامتن. بريف تريجا هو الحامل البريد, اوكي, دي بريف تريجا, ودا بوستلا بيقولوا له. دي داتاي يعني ملف, دي داتاين. دي فلوك يعني انه السفرة, دي فلوجر. دي كورس لايتر يعني مدير الدورة, دي كورس لايتر. كمان دي ناجل ممكن تيجي معنات انه ابرة, ممكن بيجي معنات انه ظفر, ممكن تيجي معنات انه مسمار. اب فليجن, فليجن يعني يطير, اب فليجن ينطلق, است اب فلوجن بالبيرفكت طبعا, لانه هون بدل على شو اسمه, بدل على حركة بفيكم. بايسن يعني يعض. هات جبسن. بزوغن يهتم, هات بزوغ. اشركن دو شر, اشركس يعني يخوف او يفزع. اشركن دو اشركس, اشركت است اشروكن, البرفكت اشروكن. أوجن بليكليش يعني مثل زوفوت, حالا يعني أو فورا. بيوزي يعني شر. إذا نشت بيوزي يعني أنا ما عم بقول شيء لا يأذي أو شيء بدل على الشر, أوكي, يعني مش شرير, أوكي. فهيدي الشلوس, هيدي الفواتشات تبع لكسيون درايتسن. إذا عجبكم هذا الدرس تكتبوا بالتعليقات, طبعا ما تنسونا من اللايك والفولو, وإذا في أي سؤال كمان بتكتبوه بالتعليقات. هلأ بدنا نروح على لكسيون فيتسم. هلأ باللكسيون فيتسم هنبلش بأول فوات اللي هي كوس أنجيبوتر, يعني عروض الدورة. كوس أنجيبوتر دي أتم, دي أتم بس بدوتة دي أتم يعني ال نفس. دي اتم يعني النفس. دي ايندروك هو انطباع. دي ايندروك دروكه يعني انطباعات. اير فاكسينن بيلدونج يعني تاهيل المسنين او تعليم المسنين. خلينا نشوف بالضبط شو هي يعني شو اسمها. ايه صح, اير فاكسين يعني الراشدين الكبار. بيلدونج تعليم البالغين يعني, اوكي. دي فانتازي يعني الخيال. دي فانتازيين. دي جفا يعني الخطر. دي جفارن اخطار. دي جشمك ذوق او نكهة. دي جشمكة, دي جشمكة يا داس. دي فيوتس يعني توابل, او فينا نقول البهار. دي جفيوتس. دي جوند لاج يعني البيز او القاعدة الاساس, اوكي. دي جوند لاجن. دي كولتور ثقافة او حضارة. دي كولتور. دي موجليشكايت, دي موجليشكايت يعني هو الفرص. دي نادل الإبرة, دي نادل. دي غست الباقي, دي غست. دي غشتونج يعني اتجاه توجه. دي غشتونجن. هلا ممكن تكون جشماكس ستيل, جشماكس غشتونج ستيل, غشتونج هيمز, غشتونج جشماكس غشتونج يعني توجه المذاق تبعه, انه هو شو النكهه اللي بحبها مثلا. اشتيل غشتونج يعني الستايل, اتجاه الستايل تبعه. هيمز غشتونج يعني البوصله, مش البوصله يعني اتجاهات السماويه مثلا. نوردن فاستن اوستن, اوكي. فهو هن دي شير المقص. دي زنيور, زنيور يعني هو الكبير بالعمر او المسن, اوكي. دي سوفت واغه يعني سوفت وير. دي شتمة يعني الصوت. دي شتمن داس تالنت, تالنت يعني هو الموهبة. دي تالنت.
Der Teilnehmer als Mushtarak, die Teilnehmer auch im Plural und die Voraussetzung, yani Schart, die Voraussetzung jetzt Schurut, entdecken, und haben wir jetzt die Verben. Entdecken bedeutet Jagdeschiff, Mittel herausfinden, hat entdeckt. Landen, laden, Yashan, du lädst, er lädt, hat geladen. Herunterladen, ist der Able laden für herunter, eine Präfix oder Vorsilbe herunter. Das bedeutet oder das heißt, to download in Englisch, hochladen, تختلف انك انت تعمل ابلود يعني ترفع ملف، اما هيديك انك تنزل ملف herunterladen. Zu hören يعني يستمع، ينصت hat zugehört، aktuell يعني في الوقت الراهن، notwendig يعني ضروري، reich يعني غني، ich bin reich مثلا انا غني في كذا. Weitere wichtige Wörter rückwärts إلى الوراء oder أو الخلف. Staatlich oder staatlich يعني بedeutet يعني حكومي أو رسمي. Einig بس شوفوا كلمة أخرى هيدي الشخطة هايفن معناته إنه في أندونج لازم تحطه، مثلا einige Vorteile يعني بعض الإيجابيات، einige Nachteile. أوكي، فهي هي الكلمات لكسيون 14. إذا عجبكم الدرس ما تنسونا من اللايك والفولو لتدعموا القناة لتوصل لأكثر عدد من الحابين يتعلموا اللغة الألمانية ويكونوا معنا بهذه السلسلة. إذا في أي سؤال أكيد بتكتب بالتعليقات، فنراك بلكسيون من بعده، عندنا لكسيون 15. بس شبيتا. تشوس، باي باي.